ما يكون الإنسان مبتدعا وسنيا، إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا، ما يجتمعان فيه، فلا بد أن إحداهما تخرج الأخرى. وهذا من مضار البدع، أنها لا تجتمع هي والسنن. ولذلك شاهد هذا ودليله أنك تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون السنن، وأعدى عدو لهم من يقول الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا، هذا أعدى عدو لهم وأبغض ما يسمعون، ما يريدون أنهم يسمعون الأحاديث أو يسمعون السنة التي تخالف ما هم عليه. هذه العلامة على أنه ما تجتمع السنة والبدعة. أما الذي على السنة يفرح إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرح بذلك فيضيف خيرا إلى خير ويضيف علما إلى علم. صاحب السنة يفرح بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء واضح في المبتدعة.